إشارة إلى ما أورده المتحدث العسكري المصري من اشتراك عدد من الدول مع القوات المسلحة المصرية في عمليات إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان، أخذ في الاعتبار أن الأردن كان واحدا من بين هذه الدول التي اشتركت في عملية الإنزال الجوي. آية السيد مراسلتنا، آية، كيف نظر إلى التعاون الأردني مع مصر إلى جانب أيضا عدد من الدول في إيصال المساعدات جوا هذه المرة إلى مناطق من القطاع؟ يرجح أن الشمال نال جزءا لا بأس به منها. نعم، تحياتي لك أحمد. بداية دعنا نتحدث بأنه الجهود الأردنية المصرية والتي بدأت منذ 7 أكتوبر تأتي الآن يعني نتائجها من خلال التعاونات المشتركة العربية والأجنبية من أجل إيصال المساعدات إلى كافة قطاع غزة. يعني قبل يومين الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان بالأردن وكان يطالب بأن يكون هناك جهود مكثفة لإيصال المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع، خاصة شمال القطاع كما أنت ذكرت الذي يعاني بالأخص بسبب قلة المساعدات. اليوم يعني نتحدث عن أكبر عملية إنزال جوية كانت بالشراكة ما بين الأردن ومصر إلى جانب أيضا الإمارات وفرنسا. هذه المساعدات والتي كانت عبارة عن 6 طائرات محملة بمواد إغاثية وأيضا طبية وغذائية يعني وصلت إلى كافة أنحاء القطاع وبالأخص في الشمال. الطائرة المصرية طبعا وصلت بالأمس حقيقة، وكان هناك تعاون أردني مصري من أجل إيصال هذه المساعدات، خاصة بأن الملك كان يؤكد على أهمية التعاون العربي خاصة مع الدول الشقيقة ومنها مصر من أجل إيصال هذه المساعدات. ولطالما من بداية هذه الأزمة كان هناك يعني العديد من الاتصالات المكثفة ما بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا مع وزراء الخارجية من أجل التعاون في إيصال المساعدات وأيضا المحاولة في وقف لإطلاق النار. اليوم نتحدث عن مساعدات وصلت إلى الشمال والجنوب وأيضا إلى وسط القطاع. هذه المساعدات ستستمر بحسب ما أعلن الجيش الأردني وأيضا مع الدول التي تشاركت في هذه العملية الإنزال. وطبعا اليوم الملك عبد الله الثاني أشرف أيضا على هذه العملية في الإنزال الجوي. هناك العديد من التعاونات الأردنية المصرية التي بدأت منذ يعني السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ولا زالت تستمر. إلى جانب ذلك طبعا أحمد، اليوم أيضا تم إرسال طائرتين إلى مطار العريش من أجل إدخالهم إلى معبر رفح، بالتالي هناك دائما تواصل أردني مصري وأيضا تواصل مع كافة الدول العربية والدول الأجنبية من أجل الدعم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة بأننا نتحدث الآن عن اقتراب شهر رمضان، وبحسب يعني تصريحات الملك عبد الله الثاني بأنه سيكون هناك خطة مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل محاولة إدخال مساعدات أكثر خلال الفترات المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يعانيه القطاع. بالتالي يعني المساعدات الفترة المقبلة ستركز كثيرا على المواد الغذائية والطبية وأيضا مستلزمات رمضان والشتاء. يعني اليوم شهدنا أكبر عملية إنزال كان لها صدى واسع حقيقة أحمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تفاعل الجميع مع هذه الإنزالات معبرين عن فرحتهم بأنه هناك تعاون عربي أردني مصري أيضا إلى جانب الدول المشاركة من الإمارات وفرنسا بهذا الدعم والتشاركية التي يعني حقيقة أدت إلى وصول عدد كبير من المساعدات ويعني المواد الغذائية والإغاثية إلى أهالي القطاع. نتمنى طبعا في المستقبل بأنه فعلا سيكون هناك مساعدات، وهذا ما أعلنه الجيش، فبالتالي سيكون هناك تعاون أكبر خلال الفترات المقبلة. نعم أحمد، شكرا جزيلا لك آية السيد حتى الساعة، مراسلتنا من العاصمة الأردنية عمان.